وللمزيد حول الوضع التعليمي للأطفال النازحين في المخيمات ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة الأكاديمي المتخصص في شؤون التعليم الدكتور سلوان العاني. أهلا بك معنا دكتور سلوان. دكتور سلوان تسمعني؟ نعم، أهلا وسهلا، تفضل. أهلا بك دكتور سلوان. يعني بحسب الأمم المتحدة فإن أكثر من 80,000 طفل من العراق حرموا من التعليم لعدم امتلاكهم أوراقا ثبوتية. لماذا تفاقمت هذه الأزمة تصاعديا منذ العام 2003 برأيك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الأزمة هي أكبر من 80,000 طفل في عدم امتلاكهم أوراق ثبوتية. الأزمة كبيرة، وقسم من هؤلاء النازحين خرجوا خارج الوطن. من يستطيع أن يعيش خارج الوطن هو نازح أيضا، لكن لديه ما يؤمن حياته مع عائلته. لكن الذي لم يتمكن هو الأطفال الذين تعرضوا إلى حروب، مناطقهم تعرضت إلى حروب، وبالتالي لم يتمكنوا من المحافظة على ثبوتية أوراقهم أنهم جزء من هذا الوطن، واضطروا أن ينزحوا مع عوائلهم إلى أماكن بعيدة لكي ينأوا عن نفسهم بهذه المصيبة اللي أصابتهم. الحقيقة يجب أن نفهم أنه العالم سبقنا بهذا الكلام، والحروب اللي حصلت في دول مختلفة من العالم أمنت هناك اتفاقيات دولية ما تسمى باتفاقيات جنيف لحماية المدنيين أثناء الحروب. هناك أيضا اتفاقيات موقع عليها ومصدق عليها العراق، منها اتفاقية تحريم أو حظر استخدام الألغام المضادة للأفراد اللي هي دائما فيها من الضحايا والناجين من أثر هذه الألغام. هنالك أيضا الاتفاقيات ما تسمى بالأسلحة التقليدية وبروتوكولاتها اللي تمنع أو تحرم مخلفات الحرب، الأسلحة اللي متروكة ومخلفات الحرب. هذه كلها حقيقة يجب أن تقوم بها الدولة ببرامج لتصفيتها وإزالتها، لكي يستطيع النازح إذا سمح الظروف أن يعود إلى وطنه. طيب دكتور، بسلام وبأمان. دكتور سلوان، لكي نبقى بموضوع يعني الأطفال وحرمانهم من التعليم، هناك من يقول أن هذه الأزمة ليست أزمة أوراق ثبوتية فقط، يعني وإنما النازحون وهم المعنيون في هذه الأزمة يلاقون تعنتا دون وجود أسباب حقيقية. ما رأيك في ذلك؟ الحقيقة أنه هم ارتبطوا هؤلاء بمشكلة داعش الإرهابي. داعش انتهت يعني تحرير الأراضي العراقية في 10 تموز 2017. طبعا احنا الآن نمر أو نكمل 4 سنوات، 4 سنوات بعد انتهاء هذه المشكلة. يعني أين هي الحلول اللي بذلتها الدولة في هذا الاتجاه؟ يعني عراقي يولد على أرض عراقية لا يستطيع أن يحصل على هوية أحوال مدنية أو جنسية، وآخرين يجون من خارج الحدود لا نعرف من أين جاءوا، ما هو ارتباطهم في العراق، ولم يولدوا ويحصلوا على جنسية أو سبق وأن هجروا العراق. إذن هناك تعنتا من قبل الحكومة. الحكومة هي المعروفين النازحين، من هم هويتهم، من هي محافظاتهم، لماذا نزحوا؟ هؤلاء معروفين، ولذلك لا توجد مصلحة مباشرة لا بالحكومة ولا بالبرلمان أن يرعى هذه الشريحة. الحقيقة لو يكون هنالك ناس مخلصين سيفرغوا أحد المسؤولين أو الوزراء لينهي هذه المشكلة. هذه مشكلة تتعاون عليها وزارات عديدة بالدولة، ليس فقط نتركها إلى الهجرة والوزارة الهجرة وما تسمى بالهجرة. هنالك دول تساعد الآن هؤلاء النازحين، ولذلك هؤلاء النازحين لم يعيشوا على قوت العراق، إنما عاشوا على مساعدات وإغاثية من دول ومن الأمم المتحدة. على الدولة أن تستثمر هذا الشيء، وإذا أرادت أن تعيدهم إلى بلدانهم يجب أن توفر لهم الأمن
والمعيشة الكريمة والصحة والتعليم. بلد بدون تعليم بلد مهدم، هذا هو الذي هو الحال. وإليك الكهرباء، ماذا يعاني الناس هذا دكتور. اليوم نعم دكتور سلوان، يعني الحكومة من جانبها ترى أن الأمر ليس تعنتا بل عدم وجود أدوات للعملية التعليمية، يعني هذا التبرير هل تراه مقبولا في ظل المخصصات المليارية للتعليم في العراق؟ طبعا هذا التبرير غير مقبول حتى من أي جهة أخرى كانت، لو كانت حتى تساند الحكومة أو تساند الدولة. رغم أنه الآن طبعا المليارات موجودة، هذه كانت تصرف في الميزانية، لكن الآن ما يخصص للجانب التعليمي حسب المؤشرات اللي نطلع عليها تقريبا 6% فقط من الميزانية والموازنة. هذه ما تبني تعليم أساسي ولا تعليم عالي. هذه لذلك شوف العراق في ذيل الدول، في الدول العربية والشرق الأوسط والدول الإقليمية في التعليم، لسبب لا يوجد اهتمام، لا يوجد مدارس محترمة، لا توجد تعليم. الآن العالم تحول في أزمة كورونا إلى التعليم الرقمي، تعليم عن بعد، تعليم يحتاج منصات غير قادرة الدولة على توفيرها، لأنها لم توفر أصلا التعليم الأساسي لعموم المجتمع. فمشكلة 100 ألف نازح أو 200 ألف نازح مشكلة بسيطة أمام دولة تستطيع أن تحلها في أشهر وتنتهي هذه الأزمة. نعم. ويعود هؤلاء الناس إلى مجتمعاتهم ويتم تأهيلهم صحيا ونفسيا. هؤلاء الأطفال تعرضوا إلى أزمات نفسية، هاي الطفلة اللي عرضتوها الآن تتكلم عن أفعى تواجه عائلتها أو تواجه مخيماتها. من هو المسؤول؟ هل عائلتها هي اللي جابت داعش؟ نعم. أم هي فقط يعني إعلام؟ يجب أن نعطي للأشياء حقها. أربع سنوات كافية أن تعيد الحياة إلى نصابها الطبيعي. دكتور سلوان، هناك من يرى أيضا أن يعني أحد أسباب حرمان أبناء النازحين من التعليم في مخيمات النزوح يرجع إلى خروجهم من معادلة المساومات الانتخابية. هل الحق في التعليم فعلا أصبح مادة للمساومات الانتخابية حسب ما ترى؟ يعني أرى أنه إحنا كما عشنا حياتنا في العراق وعندما تعلمنا خارج العراق لم نجد هذا الشيء، لأنه هناك قرارات دولية لم نكن نحترم نحن خصوصيتنا ووطنيتنا، فهناك قرارات دولية تمنع يعني زج المجتمع أو أبناء المجتمع في الحروب أثناء الحروب وحرمانهم من التعليم. يجب أن ننأى بالتعليم والتعليم العالي عن أي شيء سياسي أو حربي، ويجب أن لا يستغل في أي مساومة انتخابية. هذه حقيقة يعني دليل فشل يعني الجهات المسؤولة عن التربية والتعليم والتعليم العالي، لتضع الأطفال والشباب وتعليمهم في قائمة المساومات السياسية. وعلينا إذا أردنا أن نعيد احترام نفسنا وبلداننا أن نعطي لهؤلاء حقوقهم يعني نهتم بالتربية والتعليم، لأن هذه هي أساس المجتمع، وبالتالي سوف تضمن مستقبل لا يكون هؤلاء حاقدين بسبب ما عاشوه من حرمان ومتعمد ومدن مهدمة لم تعد لها الحياة منذ 4 سنوات. نعم، إذن الأكاديمي المتخصص في شؤون التعليم الدكتور سلوان العاني، كنت ضيفا عبر الهاتف من الدوحة، شكرا جزيلا لك.